players, and some players I met in the airport to shake hands. يعني بالنسبة لباقي اللاعبين. I never worked one day with them in the national team. I just met them in the airport. Let's go to Arab Cup. المدرب يقول يمكن يعني في لاعبين كانوا موجودين المدرب يمكن ما اشتغلش معاهم قبل كده وكان أول مرة إنه يقابلهم في المطار يسلم عليهم وإنه هو يأخذهم من أجل إنه ما يشارك. Now I'm trying another job to be a magician. دلوقتي أنا كنت بقدم ببتدي وظيفة جديدة إن أنا أساعد. And you know what? I feel well. وأقول لك عارف كل اللي حصل أنا يمكن كنت مبسوط. Because we did a great job. لأن أدينا. لأن أدينا أداء كويس جدا وعملنا منها. Before we went to the pyramid, ما ينفعش ان هو يروح لكأس العرب. Did I make that decision to put the pyramids to play at the same time of Arab Cup? No. بيقول لك انا اللي حطيت القرار ان اخلي بيراميدز يلعب في نفس الوقت اللي احنا بنلعب فيه بطوله العرب. To do that, he asked to that people why you put pyramids playing the same time of Arab Cup? No. طب انت هل سالت ليه خلوا ان بيراميدز يلعب VK